السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم من جديد. معاكم أيمن نجار من قناة حقق حلمك. النهاردة إن شاء الله معانا إثبات السحب الثالث من موقع كرابتوشي. الصنبور اللي احنا كنا شرحناه قبل كده هو صنبور أوتوماتيكي، بتبتدي تعمل إعلاناتك وبتجمع النقط، وبعد كده هو بيشتغل لوحده دون تدخل منك، ويبتدي ان هو يجمع لك 12 عملة من العملات الرقمية. النهاردة اثبات السحب الثالث، انتظروني بعد الفاصل. رمضان تجلى وابتسم ورجعنا لحضراتكم تاني، اهلا بيكم. ندخل نشوف الموقع بتاعنا. ده الموقع بتاعنا موقع كرابتوشي، كل الروابط هتلاقيها تحت في صندوق الوصف. انا بدأت وعملت تجميع للاعلانات وبعد كده شغلته، ودي الارباح بتاعتي زي ما انت شايف. انا جمعت على الـ12 عملة زي ما انتوا شايفين، وهنبتدي دلوقتي نعمل إثبات السحب بتاعنا، وبعد كده ناخد جولة سريعة في الموقع. هنبتدي دلوقتي نشوف احنا معانا ايه في الفوسيت باي. انا معايا رصيد في الدوجن ومعايا رصيد في الإثيريوم، اما بقية العملات كلها انا مصفرها زي ما انت شايف، كلها اصفار. فاحنا هنسحب الاول الدوجن علشان نشوف هيوصل ولا ايه، وبعد كده الاثيريوم، وبعد كده هنسحب كل العملات دي مرة واحدة ونرجع لها مرة واحدة. انا معايا هنا 61 زي ما انت شايف، ودي عمال المناجم، دي اخر حاجة وصلنا اهيت في التركس. هنروح دلوقتي على كرابتوشي علشان نسحب الدوجن. ده الدوجن بتاعنا اهوت، هنبتدي ان احنا نقول له انسحب، وهنا هنختار الفوسيت باي، وهنا هنضغط على المبلغ اللي معانا. انا معايا هنا حوالي 306,119، هنبتدي نقول له اكد. كده بالفعل هو جمعهم لي زي ما انت شايف، وعملت كده اثبات السحب فيه. هنروح دلوقتي على الفوسيت باي علشان اشوف. انا معايا هنا 61 اهو زي ما انت شايف. هنا هنبتدي نعمل اعادة تحميل للصفحة. انا كنت باعت 306,000، بقيت 62. لو نزلنا تحت هنا هتلاقي ادي 306,119، وادي موقع كرابتوشي زي ما انت شايف. ده بالنسبة للدوجن. هنروح نسحب دلوقتي الاثيريوم، نطلع فوق على الاثيريوم. انا معايا هنا 261 اثيريوم، هنبتدي نعمل سحب. ونختار الفوسيت باي، بعد كده هنضغط هنا على المبلغ 271 واقول له يؤكد. بالفعل كده هو سحب معايا وصفارة اهي زي ما انت شايف. نرجع على الفوسيت باي تاني، اخر حاجة وصلاني هنا الـ62، واخر حاجة الـ306 من كرابتوشي. هنعمل اعادة تحميل. كده بقيت 63 زي ما انت شايف هنا، وهنا ادي 271 اثيريوم، وادي موقع كرابتوشي. كده وصلت لنا الدفعتين الاثنين، الدوجن والاثيريوم. هنبتدي نسحب كل العملات الباقية. انا مصفر كل العددات زي ما انتوا شايفين كده، هنروح ونسحبهم كلهم مرة واحدة علشان ما ناخدش وقت في الفيديو. اول حاجة عندنا التورن، نضغط هنا فوسيت باي،
اختار المبلغ 675,626، اقول له تأكيد سحب. كده هو سحبهم اهو بالفعل. هنروح على اللايت كوين، هنبتدي نسحب 611، نضغط هنا عشان الفوز الباي، وهنا نضغط هنا 611 واقول له يؤكد. ادي بيتكوين كاش معايا 271 برضو. كل العملات اللي الارقام بتاعتها صغيرة دي اعرف ان سعرها عالي. هنبتدي نسحب. سحبنا كده بيتكوين كاش. ندخل على الداش معايا برضو 271، نختار الفوسيت باي 271، نضغط عليها هنا، بعد كده نقول له يؤكد. كده احنا سحبنا الداش. نسحب الدي جي ونأكد برضو طريقة السحب على الفوسيت باي، وهنا نكتب المبلغ معايا 16,386,000. هنبتدي نقول له يؤكد. تمام كده سحب. هنروح على الفيورا، نختار برضو الفوسيت باي، وهنا نكتب المبلغ اللي معانا، وبعد كده نقول له يؤكد. هنبتدي نسحب هنا برضو فوس الباي، نكتب المبلغ برضو 271، وهنا يؤكد. نسحب على الزيت كاش، برضو نختار الفوس الباي، وهنا هنكتب المبلغ اللي معانا، وهنا نقول له يؤكد. كده سحبنا. وهنا هنسحب اليو اس دي، نختار برضو الفوسيت باي، وبعد كده نختار المبلغ معايا 44,628، واقول له يؤكد. تمام كده احنا سحبنا كل العملات اللي معانا زي ما انت شايف اهو قدامك. سحبنا كل العملات اللي معانا. هنروح دلوقتي بقى على الفوسيت باي. ادي 63 ومعايا هنا اصفار زي ما انت شايف، كل العملات اصفار زي ما انت شايف. هنعمل كده ريفريش مع بعض. زي ما انت شايف كل الاصفار اتحولت لارقام اهيت. عندي في اللايت كوين 611، وعندي هنا في التورن برضو وصلني المبلغ اهو زي ما انت شايف، وهنا في البين وصل هنا، وهنا في الزيت كاش وصلني برضو، والداش زي ما انت شايف الداش، وهنا بيتكوين كاش واليو اس دي، كل ده وصلني زي ما انت شايف قدامك اهو. كل ده وصل على الفوسيت باي. هنبتدي نعرف الصفحة كده. طبعا ادي موقع عود زي ما انت شايف، الدفع العادي، ادي كربتوشي في اليو اس دي، والزيت كاش برضو كربتوشي، كل ده وصلنا اهوت، والدي جي والديش واللايت كوين والاثيريوم، كل دي سحوبات اللي انا عاملها معاكم دلوقتي. ده كان الموقع بتاعنا والسحب بتاعنا النهارده. ندخل ناخد جوله سريعه كده في الموقع علشان اجمع العملات المعدنيه اللي فوق دي اللي انت شايفها دي. دي عملات معدنيه، علشان اجمعها بروح هنا على روابط مختصره، وابتدي اعمل الروابط دي كلها. عندك الرابط ده لو اختصرته هيديك
حوالي 3000 نقطة، وده 3000، وده 3000، وده 2500، وده 2500. هتلاقي بتجمع مبلغ كبير جدا من العملات الرقمية. ممكن تعمل 27 اعلان دول علشان تجمع فوق هنا العملات المعدنية. بعد ما بتجمعها بتطلع فوق خالص هنا على الصنبور الآلي، بتجيلك الصفحة دي زي ما انت شايف كده. عندك هنا ادي 12 عملة ممكن تجمع عليهم. انا معايا هنا 13006. طبعا هو هنا بيقول لي انت علشان تشتغل في الموقع بيديك عداد تحت هنا. اول انت ما تضغط مثلا على الايثيريوم، انا الرقم ده يشغلني 9 ايام و46 دقيقة. لو ضغطنا هنا على الايثيريوم هتلاقي اهو هيشغلني 6 ساعات و22 دقيقة. لو ضغطنا طبعا على اللايت كوين، كل دي اسعارها عالية، اللايت كوين والداش والايثيريوم والبيتكوين كاش دول اسعارهم عاليين. هتبتدي تلاقي العداد بينزل معاك. انت شوف حابب تعمل على اي عملة من دول وبتبتدي تعلم عليها، وبعد كده بتضغط هنا تحت. لو حابب ان انت تشتغل على كل العملات هتعلم على العلامة دي، كل ده اتعلم عليك، والمبلغ ده هيشغلك 4 ساعات و20 دقيقة. المهم ان الصفحة دي ما تقفلهاش، لانها هي هتبتدي ان هي تحمل كل 60 ثانية وتبعت لك الارباح على السحب بتاعك اللي احنا كنا فيه دلوقتي. على الصفحة دي هتلاقي هنا شغال وبيبتدي ان هو يعدل لك في الصفحة دي. ده كان كل حاجة معانا النهاردة. يا ريت لو الموقع ده عجبك ما تنسانيش باللايك والسبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.